ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا يوم جديد وخبر جديد من قناة من حقك تعرف. النهاردة هنعمل فيديو مهم ومفيد جدا للقنوات المبتدئة، وهي ازاي تعلن او تخفي اشتراكاتك في القنوات التانية، يعني محدش يشوفها. اشتراكاتي مثلا حابب ان هي تكون ظاهرة او مش ظاهرة، والطريقة دي سهلة جدا بسيطة. هنعملها بطريقتين، بطريقة الاولى بتبقى من خلال التليفون، والطريقة التانية ان شاء الله هنعملها من على الجهاز عشان اللي معاه التليفون يعرف يعملها، واللي عنده جهاز كمبيوتر او لاب يقدر من خلاله يخفي اشتراكاته بالنسبة للقنوات التانية او يقدر يظهرها. وانت عليك بقى تختار الطريقة اللي تريحك والطريقة الانسب ليك، وتشوف انت حابب اشتراكاتك عند القنوات التانية ظاهرة ولا مخفية، وده ممكن يفيدك في ايه. يلا نشوف مع بعض. هندخل على اليوتيوب وهنختار القناة، هندوس على قناتك، هندوس على ايديت تشانل. ظهر عندنا الاسم والوصف والخصوصية، احنا هندوس على الخصوصية. هنا الخصوصية فيها ابقاء على كل اشتراكاتي خاصة، وابقاء كل قوائم التشغيل المحفوظة خاصة. ابقاء على كل اشتراكاتي خاصة معناها كده مخفية ومش معلنة بالنسبة للاشتراكات التانية. لو حابب ان هي تكون ظاهرة هندوس على دي، وبعد كده هتم الحفظ تلقائي. احنا نخلي كل الاشتراكات مثلا مخفية، قوائم التشغيل نخليها مثلا ظاهرة. معنى العلامة الزرقاء دي معنى كده ان هي مخفية. لو دوسنا على قوائم التشغيل كده تبقى مخفية. لو دوسنا وعلمنا يبقى اشتراكاتي محفوظة وخاصة ومحدش يقدر يشوفها. اما لو شلت العلامة اشتراكاتي معلنة للناس كلها، ولو دوسنا عليها تاني يبقى اشتراكاتي المحفوظة خاصة ومحدش يقدر يشوفها. ودي الطريقة ازاي اخلي الاشتراكات بتاعتي ظاهرة او مخفية. هنفتح المتصفح على الكمبيوتر او اللاب، هندخل على القناة، هندوس على شكل القناة، هنروح على ايقونة القناة، يظهر لنا قائمة فيها قناتك، عملية الشراء والاشتراكات، تبديل حساب، تسجيل خروج، مظهر الجهاز، اللغة العربية، الموقع الجغرافي، الاعدادات. احنا بقى هندوس على الاعدادات اللي قدامها الترس دي، هتجيب لنا قائمة تانية او صفحة تانية فيها الاعدادات، الحساب، اشعارات، تشغيل والاداء، الخصوصية. احنا عايزين الخصوصية، احنا هندوس على الخصوصية، شايفينها؟ هتجيب لنا قوائم التشغيل والاشتراكات، ابقاء كل قوائم التشغيل المحفوظة خاصة على كل الاشتراكات الخاصة. اذا كانت متعلم عليها باللون الازرق كده يبقى هي مخفية بالنسبة للقنوات التانية. لو حابب ان انت تظهرها هندوس عليها كده بالشكل ده، انت اللي حابب تخليها خاصة او علن. لو دوس بقى اشتراكاتك محفوظة وخاصة ومحدش يقدر يشوفها. اما لو شلت اللون الازرق ده اختفى، يبقى اشتراكاتك معناها ظهر للناس كلها. وبعد كده مجرد ما هتدوس هيعمل حفظ تلقائي. وكده يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص. ارجو انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو، ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.